اسالك، عايزين نقول لك منوره الدنيا. طبعا طبيعتي عرض ازياء محمد نور النهارده، تقولي ايه عنه؟ شفتي ايه؟ طبعا في مختلف في كل الافكار. انا اللي عايزه اقول له بقى النهارده. اهلا يا محمد. محمد نور يا جماعه النهارده عمل شو مختلف تماما تماما تماما، حاجه بجد تشرف وتشرف الدنيا وتشرف مصر كلها. محمد قولينا، كلمنا بقى يعني الفكره بتاعه الشو اللي انت عملته وجو الغابه والجو ده، عملته ازاي؟ الفكره جات لك ازاي؟ هو انا على طول بقى بختار حاجه، يعني عنصر اعمل عليه الانسبيريشن بتاعي، اختار منه العناصر بتاعته اللي ابتدي اطلع منها ديزاين مختلف. وكان الغابه وهو واسع جدا جدا جدا، يعني في مليان ماتيريال ومليان باترن ومليان الوان. يعني الحقيقه ان انت عملت ماتشنج تحفه، يعني حتى اختيارك للعريضات الازياء، اختيارك لتسريحه الشعر، اختيارك للميك اب، اختيارك للتناسق الالوان مع كل مودلز كانت داخله كان شيء رائع، وحسستنا بجو الحر، في حريه، في انتعاشه. ايه بقى ترشح ايه للناس في الالوان اللي انت قلتها، الالوان اللي انت نفذتها النهارده؟ كلمنا على الوانك واختيارك للالوان. هي الالوان بتاعت النهارده هي متعلقه بالسيم اللي انا شغاله عليه، ان انا الالوان بتاعتي كلها كانت بيور، ما فيهاش يعني مش رماديات ومش باستيل، لا الالوان كلها كانت يعني كل ديزاينر او مصمم ازياء بيبقى عنده حلم، انت نفذت الحلم بشيء خيالي زي ما بيقولوا. يعني هل هو ده اللي انت كنت عايز توصل له ووصلت له وحققته، سعيد بالنجاح اللي انت وصلت له النهارده وراي الجمهور المنبهر؟ سعيد رايكم، وسعيد بان انتوا موجودين ومبسوطين من اللي انا عملته، يعني تعبي الحمد لله يعني ظهر في عيونكم. طيب انا عايزك توعدني دلوقتي قدام جمهور القناه اني انا هلبس فستان من الفساتين اللي اتجنن اللي انا شفتها. عيني الاثنين طبعا، تنوري الدنيا. انا يشرفني اني انا البس من عندك يا محمد، لان انت اثبتت ان انت عالمي. الف مبروك، الف مبروك، الف مبروك.